يعني أنا أعتقد إلى ديسمبر التقارير التي تبدو مؤكدة يعني من أطراف مختلفة إلى شهر ديسمبر الماضي من العام الماضي، أنا أتحدث قبل 5 6 أشهر، لم تكن إسرائيل تمتلك الأدوات التقنية اللازمة لضرب المفاعلات التي تحت الأرض اللي بنكر باستر، لم تكن لديهم القنابل الأفضل. أنا أفترض أنها لم تسلم، وأفترض أنها لحد الآن لم تسلم، لكنه هذا موضوع تقني صغير. حتى لو توفرت لديها هذه القنابل، هذه ليست كافية لحسم الموضوع بضربة عسكرية واحدة. نحن نتحدث عن مواجهة تستمر أيام وربما أسابيع، حملة جوية عسكرية إسرائيلية مدعومة ببعض القوات الأرضية هنا وهناك من أجل إزالة البرنامج النووي وليس تعطيله. مع وجود هذه القنبلة هي تستطيع أن تعطله، وحتى بدونه هي تستطيع أن تعطله أن تؤخره، لكن هناك الأثمان السياسية. عندما تضرب إسرائيل علانية إيران ضربة مؤلمة كهذا، علينا أن نتوقع أن إيران ترد، والقدرات الصاروخية الباليستية الإيرانية تطورت كثيرا. يعني هناك بعض السيناريوهات تتحدث تقول إن ذهبت الطائرات الإسرائيلية وضربت إيران، عندما تعود لن تجد مدرجات لها كي تهبط فيها، لأن الصواريخ الإيرانية الباليستية الإيرانية تطورت ومؤثرة وتستطيع أن تضرب المدرجات، حيث لا تستطيع هذه الطائرات الهبوط. الموضوع معقد، هو يعني أعتقد علينا أن لا نغالي في افتراض أن هناك طرف واحد لوحده يحتكر القوة كاملا في هذا، الطرف الآخر أيضا لديه إمكانيات، والإمكانيات الباليستية الصاروخية الإيرانية تطورت كثيرا. علينا أن ننتبه لما حدث في أرامكو، ويعني بحدود 1000 كيلومتر من اليمن، مسيرات وطائرات وضربت بدقة عالية، بدقة أثارت الانتباه. هذا الكلام يعني إلى قبل سنتين أو ثلاثة. فالقدرات الإيرانية أيضا تتطور، وأنا أعتقد أن إسرائيل ليست بوارد فتح مواجهة كبرى في المنطقة إقليمية. حزب الله يبدأ يهاجمها من لبنان وربما من سوريا، ويعني هي ليست بوارد مثل هذه المواجهة في هذه اللحظة، وإن كانت في تدريبها هذا الحالي أخذت هذه بنظر الاعتبار أنه فتح جبهات متعددة. لكن أتصور هذا ضغط سياسي أكثر من كونه واقع حال. لا أحد مهتم بفتح مواجهة عسكرية كبرى مع إيران في الشرق الأوسط في أثناء الأزمة الأوكرانية ودخول الغرب الكبير فيها دعما لأوكرانيا ضد روسيا. البعض يرى أن المشكلة أيضا هي في الولايات المتحدة الأمريكية، ليس في مسألة ما تريده إسرائيل وإيران. البعض يرى في ظل إدارة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، حتى وإن فشلت العودة للاتفاقية النووية، لن يجرؤ على مثل هذا الإجراء، وسيوقف إسرائيل بأي شكل من الأشكال، لأن الأمور ستشتعل كما تفضلت، الصواريخ البالستية وغيرها من الضربات في المنطقة، هجمات من سوريا، من لبنان وغيرها. هل تعتقد أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ممكن أن يظهر وجها آخر في ظل هذا السيناريو الذي نتحدث عنه، وهو فشل الاتفاق النووي، أم هو فعلا لن يجرؤ على الوصول إلى طريق إشعال المنطقة؟ إن وصلنا، أنا أعتقد هذا قرار استراتيجي أمريكي عبر إدارات أمريكية متعددة. هذا خط أحمر أعلنته، يعني أعلنه قادة عسكريون أمريكيون، أعلنه قادة سياسيون أمريكيون، لا سلاح نووي لإيران. هذا أنا أعتقد موضوع مفروغ منه. الاختلاف هو مدى قرب إيران من الوصول إلى تصنيع سلاح نووي. اتخاذ القيادة الإيرانية هذا القرار، هل ستنتظر الولايات المتحدة أنه تستكمل إيران القدرات التقنية لكن من دون قرار سياسي؟ لأنه هذان أمران مختلفان. لديك القدرات التقنية، أنتجت ما يكفي، لكن لم تتخذ القرار بتصنيع السلاح، وهذا يأخذ فترة من الوقت. أعتقد السؤال هو هنا، هل تنتظر الولايات المتحدة أن تستكمل إيران القدرات التقنية وما يبقى ناقصا هو القرار السياسي أم لا؟ إسرائيل لا يعني بالنسبة لها خط أحمر الوصول إلى القدرات التقنية بعيدا عن القرار السياسي. أنا أعتقد يعني إن ذهبت الأمور بهذا الاتجاه الخطر، لا، الولايات المتحدة، الرئيس بايدن، يعني هذا يتجاوز موضوع هذه الإدارة أو تلك الإدارة. إن جاءت التقارير الاستخبارية الأمريكية أنه إيران تستطيع الآن صناعة قنبلة ذرية، أعتقد لا، سيكون التحول سهلا
إلى الخيار العسكري والخطط الأمريكية معدة، والولايات المتحدة قادرة لوحدها لحسم هذا الموضوع وتفكيك البرنامج النووي لإيران.